رحلتك مع الفن والموسيقى كيف بدأت؟ وما الذي ألهمك بأن تتخذي الغناء، خصوصا الغناء طبعا نتكلم الأفغاني، مهنة لك؟ عندما كنت طفلة في الرابعة والخامسة كنت أسلي عائلتي في أفغانستان، وكلما كان لدينا ضيوف كنت أغني لهم. وعندما غادرنا أفغانستان كنت في سن 12، ذهبنا إلى سويسرا وفي زيوريخ، وكانت الموسيقى مادة المفضلة في المدرسة، وكنت أغني في كورال المدرسة كهواية. وفي سن مبكرة لم تسمح لي أسرتي بأن أكمل في مجال الموسيقى، لأنني تأثرت بالثقافة، لأنهم متأثرين بالثقافة الأفغانية التي تقلل من شأن المرأة، وأفغانستان عاشت في هذا النظام على مدى 40 إلى 50 سنة، وبالتالي رفضوا أن أسعى أن أكمل في مجال الموسيقى، ولكنهم سمحوا لي أن أكمل في الغناء.